من ضمن الأرقام في البطولة، نادي الأهلي هذا الموسم أو هذه البطولة أقوى خط هجوم بإحرازه 18 هدف في 12 مباراة. كذلك النادي الأهلي أقوى خط دفاع في البطولة باستقباله هدف واحد فقط في 12 مباراة. من ضمن الأرقام أيضا مصطفى شوبير للمباراة، الحمد لله رب العالمين بدون مقاطعة، كمل إن شاء الله لحد آخر ماتش بإذن الله. للمباراة 7 على التوالي شباك نظيفة. مصطفى شوبير المباراة 7 على التوالي في بطولة إفريقيا شباك نظيفة. وشباك النادي الأهلي في 8 مباريات متتالية لم تستقبل أي أهداف.